اللهم إن عبدك خليفة ابن سلمان في ذمتك وحبل جوارك، فقه اللهم من فتنة القدر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء. إنه رجل الدولة الإنسان، هو الأب والصديق والحبيب، كان يقف مع كل مبدع. لحد الحين أشعر بإيده. قال أنا ما أبغي سوار، أنا أبغي بروح أشوف البيت. بدل أن يحضر إلى المكتب توجه إلى مركز السلماني الطبي. وشعب البحرين دائما سوف يكون هو خط الدفاع الأول عن ما يحمي هذا البلد. هو نذر حياته كله للوطن. رجل دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني.